يا طيور اللي طاروا في السما عنده داره، يا حجاج بيت الله وإذا شفته رسول الله، شفنا ورينا في المكة خلينا، صح مولدكم كل عام وانتم بخير. صح مولودكم وصح مولود كل الأمة العربية الإسلامية، تعيد وتزيد العقوبة العام الجاي. الخطرة هذه فرحنا فرحتين، فرحة بالمولد النبوي الشريف، وفرحة بالمولود الجديد اللي في العائلة نتاعنا، الحفيد الأول في العائلة. احتفلنا احتفالين في احتفال واحد. ما بقى لي غير نقول لكم راني درت لكم فيديو كيما طلبوا مني بعض الأخوات كيفاه نديروا عادتنا في المولد. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، وصحة مولودكم المرة الثانية.
يا طيور اللي طاروا في السما عنده داره، يا حجاج بيت الله وإذا شفتوا رسول الله، شفناه ورينا في المكة خلينا. فحملتكم كل عام وانتم بخير.